مين كان ينافس الطليعة أو الطليعة تنافس مين؟ كرامة. بس ما طلع الكل آخر شيء. لا الكرامة كان العدو الأول للطليعة. شاطرين الأدارب على فكرة بالفول والحمص عندهم ما ولا ما بتعرف أنت؟ موجود لك عم. بس هلا هي بالأصل يعني الشوام أشطر شيء فيها. إذا بترجع الأصل بجوز هي بيروت. إيه طبعاً. يعني المسبحة أو الفلافل يعني إيه يعني الشام وبيروت يعني واحد. صحيح. من زمان يعني. بس لا يعني في شطار بيقدر بهالقصة. إيه طبعاً هذا الأدارب بشكل عام شاطرين بكل شيء. بكل شيء. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم شو بتاخذوا منهم يعني خضرة؟ خضرة ايوه كل يوم الحساب؟ كل يوم ليك انت مبتسم بس هو لا مبتسم ليش لا شو فيها هلا هي شركة ما؟ اي حلوة والله يعني بتورد لكل المحلات طبعا صار لك زمان بتشتغل فيها؟ شي سنة ونص مرتاح؟ الحمد لله راتب يعني ماشي حاله؟ الحمد لله ماشي. في إضافة؟ ما بيأثروا معنا ايه الحمد لله بالعيد بالمناسبات كل شيء بيدللوكم ما بيأثروا ايه سبت واحد عطلة عندك؟ سبت بس سبت والله هي نعطي المطاعم خضرة ما فينهم بدوننا صح لك هلأ صار عندك خبرة بالتسويق يعني؟ يعني نوعا ما إذا شي يوم تركت أنت فيك تربط يعني مع الشباب أكيد بس مو بنفس المجال ليش؟ بالعكس يعني علموني المصلحة أجي ضارب عليهم لا يعني شو رسمالها هي مفتوحة للكل طبعا ايه بدها مستودعات ما أكيد تبريد يعني كمان الواحد ما بيبلش فورم من فوق مزبوط ليك هو كان مبتسم وقت اللي شافك شاف الفواتير غبع قلبه دفعات قوية ما كان لا لكن ما نحن منحبه نخصص الاغا هذا بالنسبه للفلافل خاصه منطقه الفاتح بجوز اصغر محل بالفاتح صح بس كمان يعني حجم المحل ما له دخل ما له علاقه طيب انا كل يوم باكل من عنده اكيد في شهود على الموضوع كل يوم بياكل فلافل بطاطا صراحه مو فلافل في عنده بطاطا وعنده فلافل لك والله انا من بعيد يعني بينوا معي حماصني لا فطلعت فتله جوا لقيت فلافل قلت له ما والله مو القصه مو لا حماصني اللي عم يشتغلوا انت من وين مشكل انا من ادلب من ادلب شاطرين الادارب على فكره بالفول والحمص عندهم ما ولا ما بتعرف انت موجود لك بس هلا هي بالاصل يعني الشوام اشطر شيء فيها اذا بترجع الاصل بجوز هي بيروت ايه طبعا بس يعني المسبحه أو الفلافل يعني إيه يعني الشام وبيروت يعني واحد صحيح من زمان يعني بس لا يعني في شطار بيقدر بهالقصة إيه طبعاً هلا الأدارب بشكل عام شاطرين بكل شيء بدون تفاصيل طبعاً ما في داعي نفوت بالتفاصيل إيه لا بس لقمتهم يعني طيبة صحيح بدللوا حالهم صح كم سنة صار لك هون؟ تركيا ولا باسطنبول؟ يعني بتركيا 11 سنة 11 كنت صغير وقت جيت صح ايش كان طولك يعني قد نصي نص يلا بدك تحاسبه هلا حاسبته معناته اصبح مو لهالدرجه ما بتدللوه ما بندلله اجباري هذا مو بنقدر نزعله قد ايش والله اذا بالوقت اذا بوقتها بتجي الخضره ما بتقطعهم وبالصيف شتاء والله فكرة المحل يعني ظريفة ما على كيفك بإذن الله الحمد لله والله أمورنا بخير بالسليم يعني كتار ناس يعني وقت بتفتح محل أول شيء بتطلع بتقول مساحته ما دخل المساحة والله عمنا الحمد لله يعني هون عن لقمة طيبة هلأ الفاتح كلها مشهورة باللقمة الطيبة الحمد لله ايه. هلأ العرض ما بيطلع مترين العرض لا أكتر شوي كم بلاطة واحدة تنتين ثلاثة أربعة خمسة هي حسبنا لك هذه كاملة ايوه
كاملة هذه كنت حسبتها كاملة خلص كاملة معناتها 45 مو كل واحدة 40 بلا شو يطلعوا مترين شوي ما مترين وشوي قلت لك وشوي ما صدقت طول المحل والله طول المحل مالي عايزه بس طول المحل يعني في شي 150 طوله 150 شو؟ لا مو 150 150 سنتي مو 150 متر طول من هون لهنيك قديش؟ اي وحده بطاطا عاديه قديش طول المحل؟ قديش طول المحل عم يسألك؟ 10 امتار 10 مع كل شيء سلم ظريف وشو بشوش يعني صحيح صاي جاي يقبض يعني بس شو بدك تعمل بدك تسايرهم يا شباب ثلاثة شيش لاخر امين اه اسمع عم يقول شيش وما شيش شيش وبطاطا وفلافل اه بس الاساس انتو عرفوكم بالفلافل يعني هون نحن الاساس فلافل ايوه بس الادارة ادارتك ولا انت صاحب محل لا الإدارة إدارتي والله حلال عليك وين كنت قبل؟ أنا هذا المحل المحل هذا صار له شي سنة يعني ما سنة وشوي يعني هيك شي تقريبا كيف تسللت لهون؟ والله بجينا سرقة الواحد اللي يدور على شغله ما وين من كان؟ الصبية شو طالبة؟ فلافل فلافل ما عندي ولا طلب فلافل بطاطا لازم هي البطاطا لحضرتك لك هون ما في مجال تحط واحد يشتغل يناول يعني بدك تناول انت بعدين بعدين تتناول اوه عرض شم ويرو شلون تركيتك؟ عافيات وصل الحمد لله والله بنشكر الله تعودوا التراك هيك بالله نحن اللي بدنا نتعود مو هن بس هن يعني على الاكله على الاكل تعودوا لكان شو عندك لهون؟ تراك لكان الحمد لله والله هي القصه من سنه ورا يعني مو كثير يعني هلا كانه بلشت اي والله اي والله هلا من جديد بلشت مع الاتراك شو من الروائح بيقول لك يا اخي نحن عندنا شاورما اي والله بنشوف الشاورما تبعكم بنلاقي غير غير ريحه غير ترتيب بين 20 قرص العام اعطونا اياهم زكاتكم والله منيح انت بتقطع كرت ولا ذاكرتك يعني بس انه قديش بده الزبون او بده لا على هو الوش والله انا بحفظهم يعني على وجوه بحفظهم نعطي للعالم نمشي امور العالم شو مصلحتك الاساسيه نصرت يعني خمن تخمينات ثانيه والله عمو انا مصلحتي الاساسيه ببيع الهدايا والشرقيات اوه كنا من قبل نشتغل بالمناخل وما المناخل اللي يعني انت ابن سوق بتعرف كيف طبعا. تروج للبضاعه ايوه بدها اسلوب وبدها طبعا هي الشغله بدها تعب كتير لحتى تعرف تشتغل فيها وتاسس وتجيب بضاعه من هي القرنه لهي القرنه وتسلم بعيد شو بتفكر انه قصه يعني بيع ايوه ايوه بيع شرق انه هذا زي بياع عادي يعني انتم مثل اي واحد بفوت على السوق وخلص بس هي قصة كلها بدها مخ انه مسلطن على هي الفكرة يعني بالمناخل وتحف شرقية شوف يعني قديش يعني المناخل مصلحة تعد اما التحف الشرقية بالبيع والشراء كمان مصلحة بس هي هو جاهزة يعني العالم بتحس انه عادية بالبيع والشراء شغلة عادية اي طيب انت زبوناتك مين؟ هلا في زباين اتراك وسوريين وفي عراقيين وفي جزائريين وفي من كل العالم من كافه انحاء العالم يعني مو شرط يعني انت بتحس انه اسلوبك يعني شغال بهالقصه نعم فضل الله انت علمت حالك ولا شعرت هيك من اول ما طلعت على الدنيا يعني من وقت من الشام كنا اولاد سوق بالحريقه والحمديه والاراني هاي هلا بالنسبه لكم هاي يعني هي شغله عاديه شوكولاته ايوه اي والله ما فيها تعاون فيها تفكير هاتوا الخوض ابدا كم واحدة بدك كم واحدة بدك نحاسب الزلمة والله يسر لك ما بتتذكر شيء من الشام ما بلا لكن اولاد يعني السؤال شو اسمه الله يسعد اياك عبد الرحمن على راسي عبد الرحمن شكرا والله يعطيك العافيه مع مين انت تونس مع تونس من الاول ولا من هلا لا من هلا متوقع انه ياخذوا شيء والله اتوقع يفوزوا هلا المستوى اكثر السعوديه ولا المغرب ولا تونس السعوديه السعوديه مستوى لذلك في امل اكثر يعني انه السعوديه في امل اليوم ان شاء الله اليوم الساعه 10 الساعه 10 اليوم السعوديه تكسح الارض هلا في مفاجات كثير صارت لا صارت مفاجات يعني هاي المجموعه مثلا لازم الدنمارك تتاهل إيه. استراليا هلا هي النسبه كبيره تاهل استراليا مع انه خسرت استراليا المباراه الاولى 4-1 هلا انت جاي تحضر هون صعب انه في مكان تاني تحضر ولا سهل وين ما بدي بحضر اللي حواليك بيتابعوا تونس ولا
هلا طبعا اي منتخب عربي راح يلعب اكيد راح يتابعه. ايوه اي منتخب عربي يعني تلعبها هي اللعبه عندنا. بلعب كل اسبوع عندي مباراه بلعب. وين؟ قاضي مع عمار والشباب كلياتنا. وين اللي تلعب؟ كره جمرك. بتستاجروه يعني بالساعه؟ بالساعه نلعب هنيك كلياتنا يوم الجمعه بالليل. عمار بيعرف يلعب؟ انا كان عمار حارسنا. عمار والله عمار عم قول لحالي ليش عم تخسروا؟ طبعا هو الحارس. هلا في لعيبه يعني سوريين هون تجتمعوا فيهم؟ هلا لا والله ولا مره اجتمعنا لا ما في لا قليل كثير قليل. بس انه لا كلاعب سوري ما في لا. عم نلهيك ما؟ لا ولا يهمك ولا يهمك. انت شو لهجتك من وين؟ حموي. حموي ايوه. حضرت مباريات الطليعة بجمالاتها؟ طبعا الطليعة انا كنت العب فيه. والله شبال والناشئين. اها مين كان مدربكم؟ فراس عاشوش. ايوه لحقت كم واحد من المعروفين هنيك بيه؟ كلهم 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 هدول ايام زمان. عارف الاغا وما عارف الاغا كله احمد العمير كله. أيوة. كلهم كانوا موجودين. فراس عاشوش كمان كان يلعب بعدين صار مدرب صار يدربنا شبال الناشئين. مين كان ينافس الطليعة او الطليعة تنافس مين؟ كرامة. بس ما طلع الكل اخر شيء. لا الكرامة كان العدو الاول للطليعة. الخصم يعني الخصم الاول للطليعة. ايه كم مرة ربحتوه؟ هلا ربحنا يعني ما عم لك ما ربحنا كمان يعني كانت متعادلة بس كان الكرامة كان اقوى. شفت انت 2006 كان الكرامة نادي كبير يعني. ايوه يعني كأس اسيا كان راح ياخذوه. يعني الكرامة انا بصراحة حتى انه رغم ان الطليعة بس كنت احب الكرامة. طيب بحما ما كان في نادي يعني ما كان في درجة اولى بس طلعوا بالاخير الطليعة قدرت. عندك طليعة والنواعير. فريق النواعير كمان فريق كبير كان بس الطليعة كان اكثريه بحما. الطليعة جمهور الحموي يعني مثل الجمهور الحمصي. كيف يعني حماسنا كرامة وسبة جايين اكثر. ايوه حماسنا ذلك عندهم بيشجعوا اللعيبه اكثر. اي اكثر يعني عندهم. انا عندنا مثلا الطليعة شلون بتصير العداوة بين الطليعة والنواعير ديربي اني. ايوه هيك انه بيلعبوا هدول الفريقين كانه اعداء مع انه هن لعيبه بيكونوا اخوه من بعضهم. كانوا يعني حاله شرقيه وحاله غربيه. هلا غير هيك. هلا مثلا كان عندي رفيقين يلعب واحد بطليعه واحد نوع اثنيناتهم اخوه وقت مباراه يتقاتلوا ويطلعوا لبرا بيضحكوا. خلاص يعني هيك جو الفوتبول. المباريات هيك جو. انا من زمان شو كنت تلعب هجوم دفاع؟ هجوم كنت العب. الواحد وقت اللي بيهدف ما ايه طبعا احلى من الدفاع. غير احلى بكثير من الدفاع. دفاع صعب كثير علي انا. معناته انت بتتذكر ايام الطفوله. إيه. ما إيه ما هي اذا من 10 سنين او يعني طبعا يعني انا صار لي مثلا انا طلعت كنت العب طابق عمري 11 سنه. إيه. ضليتني عم العب لل 20 سنه يعني تقريبا 9 سنين عم العب طابه. يعني تعلمت كثير فيها الطابه يعني حلوه. كان انا اول شيء بصراحه ما كنت احب الطابه بس ابوي بيتابع رياضه يعني مره مرتين ثلاثه صرت تابع اكثر منه. يعني بتحس في حماس خاصه اذا فريق قوي عم يلعب. انت هون جامعون لك انت اللي عاملون الجامعه. انا على فكره انا سويت الملعب. انا سويت الفريق الملعب والشبهم يلعب معنا كمان. لعيب ولا لا؟ دفاع ناخذ اول صخره الدفاع. ابو محمد انت حمصي؟ لا شامي. والله شلون ظابطه معكم؟ والله ظابطه. لا عبد لك من وين الفريق تضحك. حمص حما حلب لاذقيه طرطوس كله فيه منتخب كله جامعين سوريا كلها بيلعبوا الفريق واحد. طالما الحارس عمار معناته امور كبيره. خلصين حارس عمار الجول عم ناكله من تزخ المطر ليكم. عمار قلت لي تتابع مين؟ تونس. تونس انت تتابع تونس ولا؟ انا بصراحه منتخب الارجنتين. ارجنتين منتخب الارجنتين. ارجنتين العالمي. ارجنتين عالميه يعني عرب تونس السعوديه. اها بيلعب فوتبول منيح ولا عم يحكي حكي هيك؟ لا ما شاء الله عنده حركه ملعب. بتتعلموا منه؟ هلا كلياتنا بدنا نتعلم من بعض اجباري. مين بيدربكم؟ ما في تدريب؟ هلا تدريب مباشر من شخص مباشر ما في. ما في. ايه بين بعضنا نحن يعني اللعبه هي عباره عن تدريب. حتى عم يلعب تمام المنتخب بده يلعب لعبته هي كمان تدريب. ليش عم ياخذوا هلا بالساعه على الحجز الفطر؟ والله ما بعرف هذا الموضوع عند شاب بيلعب معنا اسمه ريان. بس انت ما بتدفع يعني بيجمعوا ولا بيطلع علينا كلياتنا مشترك يعني شيء مشترك بيننا. كيف بتطلع لك؟ 25 يعني. كم واحد انتو؟ قديش بنكون نحن بالعاده؟ 14 16 12 12 في 25 يعني 250 ليره تقريبا. قديش كان بياخذوا بالملعب اجار الساعه؟ 350 حاسبها؟ حاسبها اكثر مني. ساعه ولا ساعتين بتاخذوا الملعب؟
هلا اللعبه هي ساعه ونص تقريبا. حلوه هي الطريقه انه الواحد يفوت على بالحدائق بيلاقي ملعب بيستاجر بفوت ومنه. هلا مثلا مثل نحن هلا مثلا مثلنا ما لنا متفرغين لشيء، تمام؟ ما لنا متفرغين من ناحيه انه عندنا شغل، فمنلاقي وقت نتحرك فيه نحرك حالنا فيه. حلوه الحركه، اي حدا يكون عنده حركه. يعني انا مثلا ما عندي وقت اني انزل مثلا بنادي مثلا معين للرياضه، اي رياضه معينه في له لان وقت معين، انا كمان شغلي له وقت، فنحن بناخذ انه بعد وقت شغلنا كلياتنا بصير في عندنا هذا الوقت انه نكون مجموعين اولا كرفقه وثانيا لعبه، يعني تحريك حالنا شوي. يعني الرياضه بتضل، يعني الواحد ما يقعد يفكر بقصه يعني هيك. نعم بالضبط، يعني بيلي حاله بتفضي طاقة. يعني انضغطت بالنهار يا أخي بشغل بشي، في وقت إنك تفرغ هذا الشيء. هذا دواء دواء دواء. هلا اليوم لسه مو مبين تونس سعودية. هلا ما مبين. إيه. في هل تتوقع تونس قديش السعودية قديش المغرب؟ إيه. هلا تونس عم يلعب بس مع فرنسا، بس فرنسا نازل بتشكيلة احتياط مو تشكيلة أساسية، كمان هي بتلعب دور. يعني هلا مثلا محتمل مدرب الفرنسي بشوف المباراة على هذا المبدأ بيسحب ثلاثة هجوم مثلا، بينزل ثلاثة بدالهم انشط احرك. يعني غير انه شو بتتمنى، كلنا بنتمنى انه فريق عربي يطلع. اي طبعا. اي بس متوقع مثلا اي الفرق اللي رح تطلع هلا؟ مفاجآت كبيرة هذا المونديال، مفاجآت كبيرة. انت املك املك وين؟ يعني انا بقول السعودية لازم تحقق نتائج. اي هلا السعودية يا عم ما شاء الله السنة عم تلعب لعب. المغرب حلو، المغرب نفس الشيء كمان. إيه بس السعودية انظلمت. ليه؟ انظلمت عندها بضربة جزاء. إيه ما عادوا لياها، يعني كان لازم تنعاد ما عادوا لياها. وفي بطاقة حمراء كمان لمنتخب الخصم بالدقيقة يمكن 19، إيه ما عطوا ياها. يعني ما لاحظت المعلقين وقت بتسمعوا المعلقين، أي المعلقين يعني كنت شوف إنه في نقص بالقصة، يعني بالمعلومات بطريقة الأداء أو كذا، ما يعني ما بتحس إنه هلا ما شاء الله كمان معلقين. عم نحكي على معلقين كبار مثلا عندهم مثل عصام الشوالي ما شاء الله عليه، يعني حافظ الإدراجي كلهم ما شاء الله عليهم، يعني ما بخلوه ينقص عليك شيء باللعبة. يعني حتى كمان بالمحاولة إذا تنتبه له إذا صار فيه خطأ بيحكي مشان المصور يرد يعيد هذا الخطأ، يبين للعالم كله شو صار، لانه في منتخبات انظلمه وعم تنظلم. تحس انه في منتخبات عربيه عم تنظلم باللعب. هلا بتحس انه في تعقيدات بالنسبه لغرفه الفار بيقول لك والعوده لل... هلا ما ضل هلا بهالوقت هون ما في شيء اسمه انه صعوبه، هلا كله اسهل والخاصيه تبع الفار هلا عم تعطيك، يعني اذا في تسلل عم تعطيك على الميلي حكم الساحه بيقرر بامكانه ما يرجع لغرفه الفار. اي اي نعم، وقت اللي مثلا انه خلص بيرفض يرجع ما بيرجع. يعطيك العافية. الله يعافيك. يلا ان شاء الله تربح تونس ما؟ ان شاء الله. والله بنتأمل بالمنتخبات العربية كلها. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله خير، شكرا. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ما لقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ما مشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ما لقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم.